تم اليوم زيارة دائرة صحة نينوى حسب توجيهات السيد المحافظ لمتابعة مبلغ الـ4 مليارات اللي تم وصوله في يوم الخميس الماضي، وتم اللقاء مع السيد الدكتور وليد محمد مدير قسم الأمور الفنية في المديرية وفي الدائرة، وبين ما يلي: أولا، تم استلام المبالغ من قبل مدراء المستشفيات والقطاعات لغرض الشراء المباشر وتجهيز المستشفيات والقطاعات والمستوصفات في الأدوية، وكانت العملية سلسة جدا، وسوف يتم خلال شهر تقريبا شراء المواد، ويتم تجهيز المستوصفات والمستشفيات والقطاعات في الأدوية. وهناك نوع من الأدوية السرطانية وما شابه ذلك سوف تأخر لغرض هذه المواد تخصصية، أدوية تخصصية.